أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. They said, هم قالوا, we wish, نأمل, نريد, to eat thereof, نأكل فيها, منها, and to satisfy our hearts, وتطمئن قلوبنا, نرضي قلوبنا, نزداد اطمئنانا, to be stronger in faith, نكون أقوى في الإيمان, and to know, ونعلم, that you have indeed, أنك بالفعل, told us the truth, قلت لنا, أخبرتنا الحقيقة صدقتنا and that we ourselves وأن إحنا نحن أنفسنا be its witnesses نكون من شهدائها من الشاهدين عليها. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. They said, we wish to eat thereof and to satisfy our hearts, to be stronger in faith, and to know that you have indeed told us the truth, and that we ourselves be its witnesses. اللهم إنا نعلم أنك قد صدق أن نبيك قد صدقنا اللهم فطمئن قلوبنا والله we do believe that your prophet has told us the truth. So satisfy our hearts and make them stronger in faith. اللهم آمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.